أحمد، أجيب لك أكل؟ طب إيه رأيك نجيب لب وفستان ومقرمشات ونحمل فيلم عشان نتفرج عليه؟ لا خلاص، تعال نخرج نشم هوا. لا مش عايز حاجة، سيبني لوحدي. خلاص خلاص براحتك. هو لسه في الحالة اللي هو فيها دي؟ 3 شهور في الحالة اللي هو فيها دي، مش عارف أعمل له إيه. الدكاترة اللي بجيبهم له مش بيرضى يتكلم معاه، ده أنا حتى الأكل يا أخي بأكله له بالعافية. لا إله إلا الله. برضه الصدمة كانت وحشة، من ساعة ما أبويا وأمي ماتوا مشفناش يومين، كان متعلق أوي بيه حبيبي. الصدمة كانت وحشة عليه. طب أنا هخش له وأحاول أتكلم معاه. ازيك يا كويس؟ ايه رأيك نروح انا وانت وحسن مصيف نغير جو؟ عايز اشوفه. مين دول؟ ابويا وامي. وامي دايما كانت بتقولي انا عايز اشوفك دكتور. أبويا كان بيقولي أنا عايزك تبقى أحسن واحد في الدنيا. ادعيلهم بالرحمة يا حبيبي، هما أكيد في مكان أحسن من هنا، وكمان هما تلاقيهم دلوقتي زعلانين عشان أنت زعلان. لازم تبقى كويس ترجع زي الأول عشان هما ينبسطوا. هما وحشوني أوي. محدش بيحس بواقع الفراق غير لما حبايبه بيروحوا منه. حاول تحافظ على اللي بتحبه.